ذكر مستشار التسويق محمد حتحوط في أحد مقالاته أنه كل إنسان أصبح علامة تجارية تمشي على الأرض، وسائل التواصل الاجتماعي مشيرا إلى أن الشخص نفسه هو المسؤول الوحيد عن بناء هذه العلامة أو حتى هدمها. للحديث أكثر عن استراتيجيات التسويق الشخصي ومدى أهميته ينضم معنا في الاستوديو شكري بن مخيشن، خبير تسويق وبناء الشركات الريادية. أهلا وسهلا فيك. حياكم الله، الله يعطيكم العافية، وأهلا وسهلا فيكم جميعا، وشكرا لطرحكم ومحتواكم دائما المتواصل، احنا من المتابعين حقيقة لهذا البرنامج، شكرا لكم. يعني أنا متحمسة صراحة أسألك الأسئلة الأولى، بس أنا شفت التفاحات والمسجات اللي عندها وريت أفتحها وأقرأ، قلت لا 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 مو بالحين، بعدين، وش قصتها؟ الحين يعني مستعجلين على قصتها؟ ما تبي نستعجل؟ خلينا نحطها في الأخير وكذا، وطبعا لها فكرة حقيقة التفاحة هذه، والدليل أنكم سألتوا. طيب، هل ممكن بالفعل الشخص يكون نفسه علامة تجارية؟ طبعا ما في شك، أول شيء خلينا نقول أن كل شخص حقيقة هو بذاته علامة تجارية، وأهم من الشركات هو شخصك الكريم، لأن حقيقة اللي أهم من البشر، اللي أهم من الحجر هو البشر نفسهم، لأن هم اللي يحركون الموارد، هم اللي يعمروا الأرض، فبالتالي إذا ما سويت لنفسك علامة شخصية أو حقيقة براند معين، فبالتالي حقيقة ستتراجع وستكون في مؤخرة القوم، ولذلك من عمل له علامة تجارية أصبح في بداية القوم. جميل جميل جدا، خصوصا في عالم السوشيال ميديا هي اللي كان أصبحت وسيلة سهلة أن الواحد يسوق لنفسه وأنه كمان يتاجر، يعني يتربح أيضا. طيب يعني لو نبغى نتكلم، إيش المقصود بالتسويق الشخصي؟ طيب هذا سؤال جميل، أنا بختصر لكم إياه. التسويق الشخصي بدل التعريف والمصطلحات وكذا، أبغى أقول للناس أنا موجود. حلو. باختصار أنا موجود. طيب كيف أنت موجود؟ الناس إيمانها في عيونها، ما يعرفون لبنى ولا أودي ولا شكري ولا كذا كذا، لكن لما أخرج وأظهر يبدون يعرفوني، فبالتالي أنا راح أبرز مواهبي وقدراتي وحقيقة أطروحاتي وجمالياتي وكلماتي ومفرداتي من خلال حقيقة الخروج للناس وأظهر لهم. إذن التواجد رقم واحد. بالضبط، التواجد بالضبط. فأقول للناس أنا موجود هنا. طيب أنت إيش موجود؟ لابد يكون حقيقة عندك محتوى، فبالتالي حقيقة محتواك هو اللي يظهرك. أضرب لكم مثال، إذا أدخلت في عقلك شائعات خرجت نفايات، وإذا دخلت جماليات خرجت إبداعات، وإذا خرجت ودخلت إيات خرجت إيمانيات. فقل لي ماذا يتغذى عقلك؟ في ناس، بعض الناس أخت أودي ولبنى وكذا، عنده كرشة في العقل مثل كرشة البطن. كرشة البطن سببها سوء التغذية الغذائية، أوكي؟ كرشة العقل سببها سوء التغذية الفكرية. فقل لي ماذا يتغذى عقلك؟ أقول لك من أنت. فبالتالي إن أزنت حقيقة مدخلات عقلك زانت مخرجاتك، فحسن حقيقة أطروحاتك، فبالتالي زادت مشاهداتك. أنا هذه الفقرة مهمة لي، أنا ده الكلام ضروري أنا أسمعه. كمل. يعني صراحة لأنه بالفعل في ناس يعني ما يعرفوا إنهم يسوقوا لنفسهم، ما يعرفوا الكلام ده اللي أنت بتقوله، كيف المهارات اللي يمتلكوها عشان يوصلوا لأكبر شريحة من الناس وغيره. صحيح بالضبط، وهذا حقيقة اللي نحتاجه، ولذلك دائما الناس يقول والله حياتي ما في أحد يعرفني، واسطات، يبدأ يسوي أعذار كثيرة. مصبوع. ليش؟ لأنه هو حقيقة ما أظهر نفسه. أنا كيف أعرفك؟ أنا لا أعلم الغيب، أنا أحتاج أنك تظهر تخرج، وبالتالي مهم أنك تخرج أما في الإعلام، والإعلام اليوم حقيقة متوفر بنتكلم عنه بعد شوي، فلذلك لابد أن تظهر بنفسك، وفي النهاية حياتك مسؤولياتك، وبالتالي تحفيز الناس لك كمالي، وتحفيز شخصك لذاتك أساسي، فاحرص على أساسي وترك الكمالي. كلامك جدا جميل وموزون، وصراحة تطرب له الأذن زي ما يقول. الله يعطيك العافية. خليني أخذك كمان، أنا من الأشخاص اللي قاعد يسعى الآن أن يكون براند، لكن لما نمشي في السوشيال ميديا تعمل براندينج غير لما تعمل براندينج في المجال الإعلامي، غير لما تعمل براندينج في المجال الفني. جميل. أو عفوا خليني أقول لك علامة تجارية لنفسك أو في المجال الاقتصادي أو السياسي، وكل واحد وله نهج وثقافة معينة. أنا أحتاج أفهم منك طال عمرك إيش الفرق ما بين أني أعمل براند، لأني أول ما أقول براند يعني أنا بروح أسوي اسمي كذا تصميم وأحطه بألوان. جميل. وأحطه كذا على السوشيال ميديا عندي وأحطه على الواتساب وأقول أنا والله هذه علامتي التجارية، أعتقد أنه هو كذا. بينما في هناك شيء اسمه الانطباع عند الجمهور والصورة الذهنية عند الجمهور. على سبيل المثال والله مثلا لبنى عبد العزيز محتواها تتكلم عن العلاقات والمرأة وتتكلم في هذا الجانب. أودي الزبن متخصصة في برضو في المرأة، في الجمال، في البيوتي. فريم يعني مذيعة مثلا متخصصة في الشؤون حقوق الأطفال وحقوق الإنسان وما شابه. هل هذا اللي احنا نتكلم عنه؟ ولا زي ما انت تفضلت لما اقول براند يعني علامه تجاريه وصوره وتصميم؟ طيب هذا سؤال جدا جميل حقيقه، هو يمكن لب القصيده. خليني اعطيك حاجه مهمه جدا، البراند يبدا معك منذ الولاده، وهذا رساله للوالدين. كيف؟ مهم انك تختار اسم لولدك يتناسب حتى بكره ما يصير عليه تنمر. في بعض الناس يختار اسم لابنائه
اسم ممكن ممكن الاسم لا يتناسب مع البيئه اللي هو فيها ولا يتناسب مع المجتمع او من الاسماء القديمه حقيقه. فبالتالي الاسم مهم جدا. اختار الاسم زي الشركات لما تختار اسم يبقى في ذهننا. فبالتالي وش تختار اسمك؟ اختار اسم عام، اختار اسم ذا، يعني مثلا اسم شركه. تبي ابوي يزعل اذا كان ابوه اسمه، يعني ما ابغى اقول اسم معين، اسم اذا ابوه مثلا كذا هو ما يفكر في مستقبل اولاده. طيب هو يفكر في بر أبوه. كلام جميل. خلينا نفرق بين اقداري واختياراتي. زين انا الان ابوي، انا مثلا اسمي شكري، ابجي ولدي اسمه يوسف مثلا، خلاص انا ابدا الان اتكلم عن المشاهدين القادم الوعي ان فعلا تعي في اختيار اسم ولدك بطريقه صحيحه حتى يعكس عليه. لما تقول والله ليث ولا صقر ولا محمد ولا احمد، بعض الناس يختار اسم في الاخير لما يروح المدرسه الولد ممكن منزل راسه او انه مثلا يخجل من هذا الاسم. لذلك مهم جدا ان تختار اسم. نجي للبراند. البراند بعض الناس فاهمه بشكل خطا. البراند ليس حقيقه هو الشكل واللوجو وكذا. أنا أعطيك حاجة، اللوجو هو اسمك. سجلت اسمك، سميت اسمي شكري، رحت سجلته في الأحوال. طيب. هذا الآن تسجيل العلامة التجارية عشان يثبت أنه اسمي شكري عبد الله كذا كذا، صح ولا لا بأم خاشن؟ طيب، ما هو البراند؟ البراند يستمر معك طول حياتك، تربيتك لأولادك، التربية اللي بتحطها فيه، قيمه، المبادئ، الأفكار، الدراسة، الاختيار الأصدقاء، اختيار المدرسة، كل شيء هذا، في الأخير والله يقولون ولد فلان. ليش تميز هذا ولد فلان بالطرح اللي فيه؟ فبالتالي البراند يمكن ما تجني ارباحه في البدايه حتى في الشركات، ولكن بعد 18 سنه 22 سنه صار ابنك دكتور، صار مهندس، صار خبير، صار رئيس، صار سفير، صار مدير، صار وزير، لانك ليش تعبت فيه؟ فبالتالي نتائج اولادنا يبدا معنا من الصغر، ولذلك مهم جدا يتغذون اولادنا على الشيء الصحيح. ايش المشكله عندنا استاذه اودي ولبنى وريم؟ احنا في بيوتنا نهتم بالاثاث الشكلي، ركزوا معي فيها، ولا نهتم بالأثاث العقلي. كيف نهتم بالديكور والسجاد وأفضل لوحة وأبذى؟ الأثاث العقلي أينه؟ وين مكتبتي؟ ليس شرط أن يكون كتب، مكان العقل وين ممكن العقل يكون فيه؟ مكتبة صغيرة، شيء حتى فعلا أولادي يكون فيه محتوى جيد، حتى يكون أنا فيه محتوى مناسب جدا. إحنا أغلبنا ممكن ما يعرف يتكلم كلمتين لأنه حقيقة العقل فاضي فارغ. فبالتالي دائما كل واحد لما أبوه كان يقرأ جريدة، يمكن أنتوا طلعتوا في الإعلام تقول والله شفت خالتي، شفت عمتي، شفت أبوي، شفت كذا، تأثرت فيه. فلذلك هنا التربية حقيقة تعكس عليك قيمك وتأثيراتك، فبالتالي تصبح براند. أنا أختم كلامي. حاتم الطائي. الآن حاتم الطائي براند لمن؟ لكل حقيقة عربي. نعم. صح لا في الكرم، خلاص عنتر بالشداد، كل واحد صار في مجاله براند إذا أنت حقيقة أحسنت قيمك ومبادئك وتربيتك. مزبوط. نسمع مصطلح حديث المصعد وكيف الشخص يسوق نفسه في أقل من دقيقة. كلمنا عنه أكثر. في المصعد، طيب هذا سؤال أيضاً رائع. أنتم حطيت الأسئلة كلها جداً حط علم التسويق الشخصي. طيب. الآن بتخيلكم أنتم ثلاث في كلنا في مصعد. أودي، أستاذة لبنى، وايضا استاذه ريم، صح ولا لا؟ طيب وانا شكري موجود. خلنا بسالكم، سالتكم سؤال في المصعد كلنا دقيقه بس، اقل من لو دقيقه. سالتك اقل من دقيقه، اقل من دقيقه، اوكي. عاد طبعا بعض واحد ما يسولف وينسى الضغط، خلينا نقول واحد ضغط بسرعه. طيب هنا كيف اسوق نفسي بطريقه ذكيه؟ ان تتكلم في منفعه تخص الشخص وليس في ذاتك. كيف تخيلوا احنا في المصعد وسالتوني قلت وش اسمك؟ قلت شكري عبد الله مخاشن ماجستير تسويق، لا 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 ما فاتكم كثير. صح صح لا؟ لكن جت اودي قلت لها من معي؟ الاستاذه قالت اودي ازيد ايراداتك واغير حياتك. يا سلام. ايش بتقول؟ شو تقول له؟ تعالي. جيت انت قلت والله ذا انا اجعل لو نقول رحنا عند ابنه اجعل من صوتك صناعه. اوكي، اذا تكلمت للشخص عن منفعه. احنا مشكلتنا حتى في السوشيال ميديا تعريفاتنا ليست منفعه، يتكلم عن تخصص وكذا جميل، بس انا ماني في وظيفه بروح، انا الان بتواصل مع الناس. طالما انك تتواصل مع الناس تكلم في اهتمام. ولذلك اذا تبغى تكسب اي شخص حاجتين، اشكره، ما تلاحظون اول ما دخلت شكرتكم. الشكر دائما يحفز. ولذلك الخيل عشان تشكر يعطونها سايس كويس، يعطونها شو اسمه الاوراق الخضراء والسكر والشوفان حتى حقيقه تتحفز السياق، فما بالك بالبشر. فبالتالي اول شيء اشكره، ثاني شيء تكلم في اهتماماته. يعني انا لو جيت اليوم تكلم في الاستديو ولا في الصوت ولا كذا، تكلم في اهتماماته. شخص في التسويق مثلا احنا نقول لما تروح عند عميل تكلم، هو رياضي تكلم في الرياضه، فهذه نقطه مهمه ان نتكلم في اهتماماته وتذكر المنفعه اللي منك للناس. حلو، يعني يبغى لي اغير البايو عندي في تويتر بدل ما هو يعني فقد مقدمه برامج اشراقه الحياه الجميله والتفاؤل تزججه معي مثلا. كذا صح؟ عادي اقول شيء؟ انا ان قريت بايو احد كذا بضحك.
عشان اكون معك صريحة. خلي انه مثلا الحين هي يمكن لا بجد يعني انا احس حتى لو احد هيدخل صحح ما ادري اذا تتفقوا معي بنات ولا لا. انا معك انا ما انا احس اني لما يدخل مثلا اساعدك على تحسين حياتك و انا احس ان بحس انه بيع. شوف هنا والتسويق بيع بس ما حصلوا انا بيع عن بيع يفرق. طيب شوف في نقطة هنا، المحتوى كيف يكتب؟ لابد يكتب حقيقة بعناية. كثير من كتاب المحتوى عندنا للأسف المحتوى ما زال ضعيف، احنا نظن المحتوى كتابة، أغلب من يكتب محتوى يكتبها بشكل خواطر. مين خاطرة؟ زين كيف تكتب محتوى جدا ممتاز رائع؟ اوكي تشعرك مثلا بشيء معين لما اقراك لما فكرك، يعني مثلا انا في محتواي اكتب حقيقة استخرج لك من الرؤية الفرص. حلو. اوكي تفيد ولا ما تفيد طبعاً. الناس لان الناس يمكن ما قرات الرؤيه، لان الرؤيه بعطيكم اياها باختصار هي اهتمام بالبشر قبل الحجر من خلال 4 تاءات: التهيئه، التحفيز، التمكين، التمهير. حلو. اوكي فالخص له الرؤيه اعطيها بشكل جدا جميل، هذا طريقتي. اوكي جميل. انت بنفس الفكره في مجال الاعلام تقول والله انا الخص لك اعطيك مثلا مقتطفات حياه خبراتي، انا بسمع خبراتها جميل. ولكن ما بسمع خبراتها فيما ينفعني، ولذلك في نقطه الكتاب دائما يخطون في كتاب بألف كتاب يروح يكتب بطريقته هو. طيب انا ما ابغى طريقتك، انا افهم ايش بستفيد. تعامل مع العملاء كانه منتج، من اللي بيقرا؟ شباب، سيدات، كبيرات سن، كذا 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 كذا. الف الكتاب حسب ما يحتاج العميل وليس حسب ما تحتاجه انت. طيب حلو، اذا خلينا نعرف ايش حكايه هذه التفاحات المغلفه اللي جبت لنا هي. طيب بالنسبه للتفاحه بشكل عام، انا في تغريداتي دائما احط تفاحه، وفي حتى في الواتساب. ليه؟ ببساطه جاذبيه. لعدة أشياء. أولاً لابد تكون مخرجاتي صحية أمانة للمتابعين، يعني ما تخرج تغريدة حديث، تغريدة فكرة إلا راجعتها، أو أرقام مثلاً في الرؤية وكذا إلا راجعتها وأخرجتها. فبالتالي يكون أنا مصدر صحيح. أوكي؟ حتى تكون صحية، لأن التفاح صحية التغريدة تكون صحية عشان تدخل عقلك، كرشة العقل تذكرونها. هذا واحد. اثنين، انت الان من بين التفاح، من بين الناس، من بين 4 مليون ولا 100 مليون في تويتر، ما في الا انت اللي يحط تفاحه. فبالتالي لو واحد مثلا الان مثلا استاذ اولي لابسه احمر تميزت مثلا افرض يعني اوكي اللون احيانا مثلا كلنا مليار واحد لابسه ابيض، في واحد لابس كاب احمر، حروح على الاحمر اشوفه. فبالتالي الناس تسال تفاحه. اخيرا وهو اللي بقول لكم اياه اللي بتفتحونه بعد شوي، التفاحه من هنا اكتشفت الجاذبيه وخرجت اكبر شركه امبراطوريه. فهل ستاكلون التفاحه وتنتهي القضيه؟ يا سلام، يعني لها ابعاد اخرى يعني. بالضبط، يعني انت كن بصمه، انت كن في الاخير، احنا في الاخير نبغى نوصل الناس كن كالكرزه، تعرفوا الكرزه؟ نعم. خفيفه لطيفه توضع على الكيك، تشيز كيك، ممكن قيمتها 1000 2000 او مثلا على الفاكهه، اينما وضعت الكرزه اعطت جماليه، والناس في الاخير تتضارب على الكرزه، ما تتضارب على الكيكه الغاليه، فبالتالي انت تكون في محتواك زي ما قلت قبل شوي استاذه لبنى خفيف، لطيف، اطروحاتك جدا جميله ومفيد، والكرز يفيد في مرض السكر، وتكون انت خفيف وصحي للناس، هذا هو باختصار اللي احنا نبغى نقوله. انا ابغى اقرا الكروت اللي انت حطيتها لنا. هي الكروت هذه المكتوبة. يعني صراحه انا لا ظنيتها انه في شيء يعني خاطر على هذه هي وزعتها انا مره على الموظفين كانت كتحفيز لهم. يعني انت في الاخير اكتشفت منها الجاذبيه، تعرفون التفاح لها قصص كثيره، هل احنا بناكلها؟ اذا ابغاك في الاخير انت تجعل من الصناعه، انتم الان تشوفون التفاحه هذه صح ولا لا؟ ممكن تشوفونها تفاحه عاديه، انا ممكن اشوفها استثمار، ممكن اشوفها براند، ممكن اشوفها للبشره، ممكن يعني التفاحه لو بسوي على حسب الوضع النفسي للشخص. الان بالضبط، الان بعطيك التفاحه كيف اغير قيمتها من المحتوى. زين؟ هذه التفاحه لو بتشتريها من سوق الخضار بريال، صح؟ لكن لو قلت لك هذه تغير نظاره بشرتك. ما بتفكر بكم. اذا المحتوى والمنفعه تتغير بتغير المنفعه تصير قيمتها. عندك مويه بريال، لكن لو قابلتك في البر وانت عطشانه بتدفعين ثروتك كلها. لان المنفعه اختلفت. فبالتالي انت على منفعتك وعلى قوتك وعلى محتواك الناس تحتاجك، ترتفع قيمتك. واخيرا حقيقه يعني في الطروح هذا دائما اذا تبغى تتميز كن صاحب رساله. محمد علي كلاي رفع سقف الملاكمه من خلال ايش؟ رسالته. ففي جولاته وصولاته وضرباته حقيقه وكلماته وطروحاته حقيقه بطل خالد، ولذلك هو الوحيد اللي اسمه محمد مرفوع. فبالتالي عاش خالدا ومات خالدا وما زلنا، والبراند في الاسم حتى بعد موتك بألف سنه تبقى اثرك. صحيح. طب نقرا الكلام اللي مكتوب. خلاص هو الكلام يعني مسلوق يعني. قرات وانا بصراحه ما استنيت. وسهل تاكل والله احنا ناكل التفاحه واحنا نسينا القضيه اصلا. خليني اسالك على شيء ثاني. احنا يمكن زي ما تفضلت يمكن الانسان هو براندنج بفطرته، يعني ياخذ وسير حياته من ما زي ما تفضلت من ولادته وذكر اسمه الى ان يتوفى. لكن احيانا العلامه التجاريه يشوبها بعض يعني بعض المشاكل اثناء الحياه، اثناء سير الحياه. كيف الواحد يعمل ريبراندنج لاسمه او لحياته، يا اما فات في احباط
فضيع طريقه، او مثلا شوهت احلامه في جزء معين من الحياه، كيف يقدر يعيد صياغه العلامه التجاريه؟ طيب فيه كان اذكر بس قصه سريعه، في ناس فاشلين اوكي قرروا انهم يروحون بعيدين عن الناس اوكي، فقالوا احنا فاشلين لا حد يكلمنا ولا خاطبنا، فجاء مديرهم الف كتاب سماه الفاشلون، نجح الكتاب طردوه لانه نجح يصيروا فاشلين. ايش اقصد؟ يبغون يصيروا فاشلين. ايش اقصد؟ اليوم الناس اذا انت تغيرت علمهم وانتقل من بيئه، يعني مثلا انا دخلت بكلاريوس في مثلا في احدى الشركات، رحت للدكتوراه ما تغير الناس، ما زالت نظرتها اني شكري البكالوريوس، لازم اتغير البيئه. انا عند اهلي ما زالوا يشوفون شكري الصغير، فبالتالي لابد انك تغير هذا واحد البيئه وتغير الاصدقاء، فبالتالي هذا كله مهم جدا. وايضا تكون معك ناس تعون، هارون اخي اجدد به ازري واشرك في امري. صعب اني انا اغير مثلا البيئه حقتي او اغير اهلي او اغيرنا، خاصه في موضوع البراندات اللي ما يخصها. بس في مقولة كثير منتشرة، اللي تبغى الفشل السريع للبراند حقها تحطه باسمها. جميل، هل هذا الشيء صح ولا لا؟ معني أنا أشوف تسجلين إنه الاسم مثلا جوتشي عندنا مثلا اسم براند بس هو صاحب اليوم العلامة التجارية. اليوم حتى ابتسامتك ممكن تسجل اوكي، حركتك ممكن تسجل. أضرب لكم مثال اوكي، المشهور السنغالي الأسمر اللي حركته باليد هذه سجلها أوكي. علامة ما تتكلم، ترى مو شرط تتكلم، على فكره لما احنا نقول تكلم ترى مو شرط الكلام الصوتي، ممكن الكتابي زي تويتر تغريدات، فبالتالي من تغريداتك من محتوياتك من كلماتك انا اعرف شخصيتك، انا اعرف. انا ما اقول غير اهلك، لا غير البيئه الفعليه. مثلا كثير من السيدات تقول انا في اهلي مثلا ما يسمحوا لي، ما اقدر اطلع، ما اقدر اروح، ما اقدر اسوي شيء، انا مثلا في مثلا قريه معينه محدوده. اليوم الحمد لله التقنيه بضغطه زر تصل لملايين الناس، اليوم انا اقدر اصنع لي مثلا شركاء زملاء من الصين، من امريكا، من النرويج، من اي مكان، فيما يناسب محتواي وخلفيتي الجديده. لا تبقى على نفس المكان، دور المكان حقيقه المكان اللي فعلا يتناسب معك. انت رسام رح مع رسامين، انت مصور رح مع مصورين. اليوم الحمد لله انا اقول التقنيه حقيقه شكرا ثم شكرا للتقنيه، للاسف ان كثير منها جعلها رذيله وهي وسيله حقيقه، فنجعلها رذيله بمحتوانا ونجعلها فضيله بمحتوانا، هي تقنيه شكرا لها يعطيها العافيه. اليوم ما حد حيعرفنا الا عن طريق التقنيه هذه. والله كلام من ذهب يا استاذ شكري، وانا شخصيا استفدت من هذه النصائح كثير جدا جدا يعني، واهميه التسويق في حياتنا واستغلال المنصات حتى نوصل لاكبر شريحه للناس بالشكل الصحيح. شكرا لوجودك معنا اليوم. تسهل اخر نقطه بس، تفضل. كثير من الناس في وظيفته يشكو من وظيفته، ما رقوني ما كذا، لانه ما يعرف يسوق نفسه، ما عنده مثلا اسلوب القياده المجاراه، ما عنده مهارات الناعمه، ما عنده الذكاء الاجتماعي، ما عنده كذا، فبالتالي ما حد يعرفك. يا اخي اكتب المدير، اكتب له خطاب، اكتب له في ايميلك، خليه يشوف مخرجاتك الجديده. فمهم انك تسوق نفسك حتى في وظيفتك عشان ترتقي وتزيد ايراداتك. يعطيكم العافيه وشكرا لكم. شكرا لوجودك معنا. مشاهدينا مكملين معاكم بعد فاصل قصير. بعد الفاصل في ضيافة سيدتي الفنان محمد القس يتحدث عن آخر أعماله.